علماء فلك اكتشفوا دليل واضح على ان نجم عملاق على وشك انه يعمل اكبر انفجار في مجرتنا درب التبانة ويتحول لمستعر اعظم، كتلته قد كتلة شمسنا بعشرين مرة وعرضه اكتر من 700 مرة قد قطر الشمس، ولمعانه قد لمعان شمسنا 7500 مرة. منكب الجوزاء او بيتلجوس او الفا اوريون في كوكبة الجبار اريون، تاني اكبر نجم ساطع في الكوكبة دي على بعد 548 سنة ضوئية من الأرض. منكب الجوزاء ده لو حطيناه في مجموعتنا الشمسية بدل الشمس هيوصل لغاية كوكب المشتري. وصل النجم منكب الجوزاء أو بيتلجوس إلى نهاية حياته، والآن نحن ننتظر الانفجار. وبسبب ضخامة النجم الأكثر لمعانا وهو ألمع 11 نجم في السماء، فجأة ومن 2019 بدأ تعتيم انخفاض في سطوع النجم ده علشان يصبح رقم 22 من ضمن ألمع نجوم السماء بعدما كان رقم 11. هل دي علامة على قرب النهاية؟ وإيه هيحصل لو انفجر النجم العملاق ده؟ وهل هنقدر نشوف منظر الانفجار ده في السماء؟ وهل الانفجار ده خطر على كوكبنا كوكب الأرض؟ إيه اللي ممكن يحصل لينا ولحضارتنا البشرية لو انفجر النجم العملاق منكب الجوزاء أو بيتلجوس؟ في عام 2016 اثنين من الفلكيين بجامعة كاليفورنيا، جارد جولدبرغ وإيفان باور، عملوا محاكاة حاسوبية لإيه ممكن يحصل على الأرض لو انفجر منكب الجوزاء وتحول لمستعر أعظم، وأثبتوا في الدراسة إن الأرض مش هتتضرر كتير من الانفجار ده. بس هنشوف في السماء الانفجار ده لمدة 3 شهور، نقطة كبيرة لامعة في السماء أقل من سطوع البدر 10 مرات، وهتكون ظاهرة في النهار برضو وكأنها منارة بتنور السماء بالليل جوار البدر الجميل، ومن بعدها تخفت النقطة دي شوية، لكن يستمر ظهور لمعانها في السماء سنة كاملة، ونقدر كمان نشوفها بالعين المجردة واضحة لسنوات بعد كده قبل ما تخفت خالص وتختفي. الناس هتطلع في الشارع تصور بموبايلاتها وكأنها الألعاب النارية الممتعة اللي بنشوفها في الأعياد، لكن هل هذا الانفجار يدمر الأرض؟ طبعا أي انفجار نجم كبير بيتحول لمستعر عظيم ممكن يدمر الأرض حرفيا، بس ده لو كان قريب مننا تقريبا من 10 ل 20 سنة ضوئية. أما بيتلجوس فهو بعيد عننا أكتر من 550 سنة ضوئية، وبالرغم من كده فتأثير انفجار منكب الجوزاء علينا برضو هيكون كبير. كبير قد إيه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. بس لو أنت مستمتع بالفيديو ما تنساش بقى تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة لو حابب كمان تتابع أخبار السماء وعلم الفلك، ولو حابب تدعمنا من خلال الخانة شكرا فأكيد هنقول لك شكرا. كيف يهدد انفجار منكب الجوزاء الحياة على الأرض؟ الحمد لله إن الانفجار ده ليس مدمر، وده بسبب بعده عنا نسبيا، لكن في تأثيرات تانية كبيرة احنا مش واخدين بالنا منها. كتير من الحيوانات على سطح كوكبنا بتعتمد على القمر بشكل كبير بالليل، لما يكون مع القمر جسم فضائي كبير تاني ساطع بينور المنطقة اكيد هيأثر على عمليات الصيد بالنسبة للحيوانات دي، وبالتالي هتأثر على النظام البيئي في الأرض. دي مش الحياة البرية بس اللي هتتعرض للاضطراب، ده كمان علماء الفلك والرصد الفضائي هيتأثر. ده لما يكون القمر بالليل ساطع بتتأثر عمليات الرصد، فما بالك هيكون انفجار مستعر أعظم بيضوي السماء في عز الليل، وبالتالي هنحتاج نغير تلسكوباتنا علشان نقدر نشوف وسط الضوء الشديد بالليل. بل ومنكب الجوزاء نفسه هيبقى صعب في الرصد وهيحتاج تلسكوبات جديدة ترصده وسط لمعانه الكبير دوت. بالنسبة لكتير من علماء الفلك مش مهم ينفجر منكب الجوزاء، بل بالعكس النجم دلوقتي بيوفر للعلماء فرصة نادرة لدراسة النجوم اللي بتوصل لمرحلة الموت والاحتضار. في 13 أكتوبر الماضي 2022 اتنشرت دراسة جديدة في مجلة الاختارات الشهرية للجمعية الملكية الفلكية ببريطانيا. الدراسة بتحاكي البيانات اللي عندنا حوالين الشكل اللي هتكون عليه النجوم الحمراء العملاقة في العام الأخير من حياتها قبل ما تتحول لمستعر أعظم. الدراسة بتقول إن لو كان نجم عملاق أحمر قد شمسنا ما بين 10 إلى 40 مرة بيخفت ويقل سطوعه بشكل كبير ويتحول للون الأحمر الداكن، فمحتمل جدا أنه ينفجر بعد سنة ويتحول كمان لانفجار مستعر أعظم. المحاكاة دي تمت بناء على ملاحظات من أثار عشرات المستعرات العظمى العملاقة الحمراء في المجرات القريبة مننا. النتائج بتشير إلى أنه في الأسابيع أو الأشهر القليلة اللي بتسبق حدوث السوبر نوفا أو المستعر الأعظم دوت، لازم يكون الضوء المرئي للنجم أضعف بحوالي 100 مرة عن الصورة الطبيعية. طب إزاي بيحصل التعتيم دوت؟ وإيه السبب اللي بيخليه يحجب ضوء النجم؟ التعتيم وخفوض ضوء النجم ده بيحصل لأن النجم بيحجب نفسه، زي ما بقولك كده النجم بيحجب نفسه في شرنقة كثيفة من الغاز، شرنقة هيدروجينية أو غلاف
من غاز الهيدروجين ومواد تانية، لكن بيضغى عليها وجود غاز الهيدروجين وبكثافة فيها. بداية حياة العملاق الأحمر. في البداية كان في سديم كوني كبير زي السديم اللي شفناه في الحلقة الخاصة بأعمدة الخلق، والصورة المذهلة اللي بعتها لينا جيمس ويب لمصنع كبير من مصانع النجوم في السماء. المهم داخل السدم اللي بتتكون من سحابة كثيفة من الغاز والغبار الكوني بيتم صناعة النجوم، وبفعل الجاذبية الكبيرة للكتل الجديدة اللي بتتكون وتتجمع مع بعضها بتظهر تفاعلات نووية من المكونات دي، واللي بتعمل انفجارات نجمية صغيرة بتجمع بيها كتل أكبر بعد كده علشان تخلق لينا نجم جديد. في بداية حياته منكب الجوزاء كان ثقيل وساخن جدا، جاذبيته الكبيرة بدأت تجمع كتير من الغاز والغبار حواليه، وبفعل التفاعلات والاندماج النووي اللي بيحصل جوه النجم استطاع منكب الجوزاء انه يعيش فترة من الزمن مستقر ما بين قوتين، الاولى قوة الجاذبية اللي بتجذب المواد لقلب النجم، والتانية قوة التفاعلات النووية الطاردة اللي بتحاول تطرد المواد والغاز والغبار برا النجم، ولما بتتغلب قوة على التانية بتكون النهاية، بتتغلب قوة الجاذبية فتبدأ تجذب المواد زي ما قلنا من شوية لقلب النجم، لكن القوة الطاردة بتبتكر حيلة جديدة وتبدأ تعمل تفاعلات نووية جديدة مع العناصر الأثقل في قلب النجم، واللي بتطلق طاقة ضخمة ما بتتحملهاش الجاذبية، ويبدأ النجم بالانتفاخ والتحول لعملاق أحمر زي منكب الجوزاء النجم بتاع حلقتنا النهاردة. لما بينفد الوقود النووي اللي بيقاوم قوى الجاذبية بينهار النجم على نفسه ويتحول لسوبر نوفا لو كتلته أكبر من كتلة الشمس مرة ونص وانت طالع. النجم العملاق الأحمر دوت وقبل ما يموت ويحتضر بينفث الغاز والغبار حوالينه تمام زي البراكين في الأرض لما بتبدأ بتصور وتجهز نفسها لفورة بركانية كبيرة، ودي علامة ان النجم ده هينفجر لمستعر أعظم أو سوبر نوفا. في السنة أو السنتين الأخيرة من عمر النجم العملاق الأحمر دوت بيحرق النجم النيون ويتخلص منه، وبعد كده بيحرق الأكسجين ثم السيليكون. بيقول بنيامين ديفيز كبير مؤلفي الدراسة ان لما بتحصل الانفجارات الصغيرة دي أو السوبر نوفا الصغيرة في قلب النجم وتحرق العناصر الثقيلة دي في المراحل النهائية من عمر النجم، فالانفجارات دي بترسل موجات صدمة من خلال النجم نقدر نحس بيها هنا على الأرض من خلال الرصد. الانفجارات الصغيرة دي مش بتفجر النجم، لكنها بترسل المواد دي من الغاز والغبار خارج قلب النجم إلى السطح، وبكده بتحصل عملية التعتيم والخفوت واللي بتسبق السوبر نوفا الكبير أو الانفجار العملاق اللي بيحول النجم لمستعر أعظم. استنادا للملاحظات السابقة والنماذج اللي صممها ديفيز وزملائه، فالنجم في لحظة انفجاره الوشيك بيتحوط بشرنقة وغلاف من الغاز والغبار بأحجام وكثافة عالية جدا أكبر من السحابة اللي بتحيط بالنجم في الوقت الحالي طبقا لعمليات الرصد الأخيرة. تخيلوا سحابة من الغاز والغبار كتلتها عشر كتلة شمسنا بتحيط بنجم أحمر عملاق على بعد حوالي مليون كيلومتر من سطحه، ولما ينفجر النجم بيتلجوس هيتمكن العلماء من دراسة بقاياه والبحث في السحابة السديمية اللي هتتخلق من السوبر نوفا والإشعاع اللي هيصدره الانفجار كمان. ديفيز كان بيقول إن ممكن الإشعاع اللي بيصدر من نجم أحمر عملاق إنه يدينا تفاصيل حوالين شكل النجم المحتضر دوت ولحظات انفجار لبه الداخلي، وكمان ملاحظات الطرق الكتيرة اللي سطع بيها الضوء بتاعه واللحظات اللي بيخفت فيها كمان، لأن النجوم الحمراء العملاقة لما بتموت تكون قبل نهايتها محاطة بسحابة كثيفة من المواد في لحظات حياتها الأخيرة. برمج ديفيز وزمايله شوية عمليات محاكاة حاسوبية لطرق مختلفة ممكن إنه من خلالها تتراكم سحابة من المواد حوالين النجم. واحدة من الطرق دي كانت سيناريو بطيء للتعتيم دوت، وفي السيناريو ده الرياح النجمية العاتية بترفع مواد من سطح النجم لأطرافه وغلافه في مدة قرن كامل من الزمن، لكن سيناريو تاني مرعب حرفيا، سيناريو أسرع بكتير من اللي تخيله العلماء في الدراسة دي، واتضح في النهاية إن السيناريو الأسرع واللي هو عبارة عن تعتيم مفاجئ ممكن يحصل خلال شهور أو أسابيع قليلة من نهاية حياة النجم. ما أهمية دراسة نظام الإنذار المبكر لموت نجم؟ النجوم الأكثر سخونة والألمع والأقل عمرا بين النجوم بتحرق المواد فيها لملايين السنين، لكن لما بتموت النجوم الضخمة دي بتموت فجأة بتنفجر في لحظة. العلماء دايما بيكتشفوا البقايا المتوهجة لمستعر أعظم سوبر نوفا في غضون أيام قليلة، طبعا من الصعب إنها ما تظهرش لينا وهي بتنفجر ونشوف فوامضها اللي هيكون أصدع من مجرتنا ضرب التبانة نفسها. احنا فعلا نجحنا في اننا نشوف الوميض ده بتاع انفجار سوبر نوفا سابق، لكن بنشوفه وميض وبس وما بنلحقش ندرس ايه اللي حصل. لكن علشان نعرف اللي حصل قبل الانفجار لازم لنا حاجة مهمة
بيانات مهمة للنجم اللي حيموت دوت علشان ندرس حالته. وبالتالي لما نعرف ان نجم عملاق احمر من النجوم راح ينفجر في لحظة خلال 100 ولا حتى 1000 سنة، فده هيخلينا نوجه اهم تلسكوباتنا علشان نرصد الظاهرة دي قبل ما يحصل الانفجار اللي هيمحي اي اثر قبله نقدر ندرسه. بالك انت لو العلماء اتمكنوا من قراية علامات تحذير بوجود سوبر نوفا وشيك، فده هيخلينا نرصد النجم وندرس كل التفاعلات اللي نقدر نرصدها ونكتب في سجل تاريخ حياة النجوم صفحات جديدة. ديفيز وزمايله ابتكروا نظام الانذار المبكر من خلال البرمجية بتاعتهم اللي عملوها دي، واللي من المحتمل انها تستخدم في اعمال راس تلسكوب فيرا روبن الجديد، واللي مخطط له انه يعمل مسح عظيم لاجزاء كبيرة من السماء كل كام يوم، وده هيتيح لينا اننا نعثر على النجوم الحمراء العملاقة اللي في مرحلة الاحتضار. منكب الجوزاء على الرغم من التعتيم الكبير والسحابة اللي بنرصدها حواليه، الا ان النجم ده مش بتخرج منه المواد بالقدر اللي بنشوفه في العماليق الحمراء التانية اللي في نهاية حياتها. ومن خلال عمليات الرصد الاخيرة عرفنا ان النجوم دي اللي هتنفجر في السنين العشرة اللي جاية هي نجوم عملاقة اكثر احمرارا من منكب الجوزاء الاقرب لينا، وان ما زال في تاريخ منكب الجوزاء قبل انفجاره زمن طويل بالنسبة للإنسان، قصير بالنسبة لأعمار النجوم. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الشير واللايك، ولو حابب تشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس. وعلى وعد بلقاء إن شاء الله الجمعة القادمة في انفوسفير ولاف معلوماتي. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.